تعال عايزاك. والله كويس انك عايزاني. خير؟ عايزه ابني البيت. بيت ايه وليه اللي عايزه تبنيه؟ ما تعملش اهبل يا محروس. اتعيد لي في كلامك يا فوزيه. البيت الكبير عايزه ابنيه من تاني. شوف الرجاله وشوف هيكلف كام. الله، ده انت معاكي فلوس بقى. ايوه معايا فلوس، وهبيع دهبي كله كمان عشان البيت الكبير يرجع. لازم الناس كلها تعرف انه بيت عبد الحكيم عمره ما يوجع. خلاص اللي تشوفيه يا ست الكل. الا صحيح، الناس شافوكي النهارده وانت خارجه من عند مكتب المحامي، خير؟ كان في حاجه؟ وما دخلتش وسالته ليه؟ واساله ليه ومراتي حبيبتي معايا في البيت عمرها ما بتخبي عني حاجه، ولما بتعوز حاجه بتيجي تطلبها مني زي ما طلبتي دلوقتي. الواد جيعان عايز ياكل، ما تنساش اللي قلت لك عليه. ماشي يا فوز، ماشي يا ست الكل، عشان تعرفي بس ان ملكيش غير محروس هو اللي باقيلك. حسن الراحة، مش كده؟ انا هوديك في 60 داهية. وانا هوديكي لابوكي، ما انا عارف ان البنت حبيبة ابوها وما تقدرش تبعد عنه. قوليلي تحبي تروحي كيف؟ انت فاكر ان ريم هتسيبك؟ ريم مش لو كان ليها عمر. دي اخرتها يا حسن؟ بعد ما وقفت جنبك واتحايلت على ابويا علشان اجي هنا ويخرجك، ده لولاي كان زمانك مرمي هنا محدش معبرك. هو مش انا عرفت؟ عرفت ايه؟ عرفت ان ابوك هو اللي دخلني هنا، وانك لما جيتي كنت جاي عشان تتأكدي وتعرفي حالتي بقيت كيف، وبالمرة يعني تبخي شوية سم في ودانك. الكلام ده مش صح. لا صح، أصل الدكتور اللي أبوك كان بيدفع له أنا كمان دفعت له عشان يدخلك هنا. تخيل يا لبنى، سبحانك يا ربي. والله فعلا الدنيا دوارة. حسن ما تسيبنيش هنا. هسيبك ايه؟ انت بس تعالجي وتبقي تمام وانا اخدك على البيت تكملي علاجك تحت يدي، ويمكن كمان اديكي الدواء بايديا الاتنين دول. امال ايه؟ احنا اولاد اصول يا لبنى. حسن. عيون حسن. انا حامل. يا دكتور انسى كل اللي قلته لك. ايوه عايزه تفضل هنا وبس، ما تديهاش اي ادويه، انت فاهم؟ يلا بالسلامه.